قمنا بعمليه ختان جماعي لفائده الاطفال اليتامى المعوزين، والحمد لله كان جو مليح والولاد فرحانين، والهدف تاعنا الوحيد هو ادخال البصمه والفرحه في وجوه الاطفال. حفله مليحه، حفله شابه. نشكروا الاخوان اللي قايمين تسمى بالدور تاعهم. والله غير صافي بليزير كي جينا اليوم هنايا، واي حاجه تخير رانا هنايا فيها ديما. ونشكر جميع اللي نظموا الحفله هذه، والله اجركم عند الله ان شاء الله يا ربي، ربي يتقبل ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. صافي بليزير اللي هي بصفه خاصه لمدينه قسنطينه، وشرف كبير لي لاني كنت حاضر في هذه المبادره الجميله، واللي كانت حفل ختان الاطفال. نشكر هاد المنظمين، وان شاء الله مادابيه كل عام نكون هنا، مادابيه كل ما تكون حاجه مليحه في قسنطينه ولا في بلادنا الجزائر.